وبالتالي كملخص لقضية الخلاف السني الشيعي اللي بالمناسبة كتب فيها عشرات المجلدات، أقدر أقول معاكم إن أهم جذور هذا الخلاف هو قضية خلافة أو ولاية علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي محمد. فبينما يرى علماء السنة أن النبي محمد قد توفي دون أن يعين خليفة له في الحكم، ومن أنه قد ترك الأمر شورى بين المسلمين، ومن أن أمر الخلافة ذهبت في النهاية إلى أبي بكر الصديق وهو راغب عنه، يرى بقى علماء الشيعة أن النبي محمد قد أشار إلى الخلافة أو الولاية لعلي بن أبي طالب في أكثر من مناسبة، ومن أن أمر الخلافة قد سرق منه أو أخذ منه بغير حق من قبل أبي بكر وعمر. طبعا كل هذه الاستنتاجات قائمة زي ما شفنا على عدد من الوقائع والروايات التي يتفق الجميع في الغالب على صحتها ويختلف على دلالتها. واعتقد انه اصبح مفهوم الان سبب غضب اغلب الشيعة من كل من ابي بكر وعمر، هذا الغضب الذي قد يصل في بعض الاحيان الى حد الشتم واللعن عليهما.